قدرات لطلاب الثانوية العامة. بعض الكليات لازم يجتاز الطالب اختبارات القدرات بيها كشرط أساسي للقبول، زي كليات الإعلام وكليات الفنون التطبيقية في بعض الجامعات المصرية، وبعض شعب كليات التربية النوعية. بالإضافة لكليات التربية الرياضية. إزاي بيكون التقديم لاختبارات القدرات؟ التسجيل من خلال رقم الجلوس والرقم القومي على موقع التنسيق. التقديم هيكون في الفترة من 6 ل 20 يوليو. بعد ما تسجل في موقع التنسيق وتتأكد من صحة بياناتك، تقدر تختار نوع الاختبارات اللي حابب تتقدم ليها، وبيتم تحديد موعد ومكان الاختبار بالكلية. بعد كده تقدر تطبع استمارة التسجيل وفيها كل البيانات اللي سجلتها، مع العلم ان الامتحان اللي الطالب مش هيوفق فيه ما يقدرش يتقدم له تاني، وبيسمح للطالب اثناء التسجيل فقط انه يسجل في اكتر من امتحان. لمزيد من التفاصيل تابعونا على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.